فيليدا تجعل منزلي أنظف. طاجن الأباكيو مع أرز الخضار. طبعا الأباكيو هو طبق يوناني كلاسيكي بس حنسويه بشكل ثاني. للطاجن منا كيلو من لحم الخروف المقطع إلى مكعبات سواء بعظمه أو بدون عظم، بصل مقطع، من فصين من الثوم المفروم، من كوب جزر مقطع، ربع كوب من أوراق إكليل الجبل أو الروزماري. بدنا كمان رب البندورة ملعقتين، عصفر ملعقة صغيرة، بدنا بهارات مشكلة ملعقة صغيرة، وهالمطحون ملعقة صغيرة، وبدنا كمان يا أما نستعمل المي أو مرق اللحم وملح وفلفل. بالنسبة للأرز اللي هو الأرز بالخضار، بدنا 3 أكواب من أرز التايجر وأربعة ونص أكواب من الماء، كوب بازيلا وجزر مقطعين حجم صغير، ملعقة صغيرة من العصفر، وسبع حبات من الهال، أو نستعملنا شوية هيل مطحون معها، وأكيد بدنا شوية ملح وشوية فلفل. نضيف اللحمة، لحمة طبعا خروف، ممكن نستعمل لحمة بعظمه أو مخري من العظم زي ما احنا هون استعملنا. أوكي، كون احنا هون رايح مباشرة أشيل اللوح التقطيع وأغسل يدي وأغير الكفوف. تمام، خليني استغل الوقت شيف شوي بعد اذنك، ونحن بنحكي عن فرن بيكو. بالتاكيد بنشكر نحن دائما كل السبونسرز الموجودين معنا، دائما بيساعدونا على اساس انه الفقرات هاي والبرامج تكون احسن. فرن بيكو البلت ان من مميزاته انه في له سعه كبيره ونظام امان كامل متعدد الاستعمال، بتقدر تطهي على 3 مستويات مختلفه منه، سرعه الطهي وحراره عاليه، سهوله التنظيف وتوفير الطاقه. وبدي احكي عن الهب البلت ان ايضا، وهو ايضا من مميزاته انه سريع الطهي بحراره مرتفعه وسهل التنظيف، ستانل ستيل وتوفير الطاقه ونظام امان. هذا بالنسبه للبرودكتس او منتجات بيكو. اوكي، واحنا هون اللحمه عندنا بدت، نعمل عمليه قلب، بنعمل عمليه سيل سريعه. طبعا كل ما كانت النار او المصدر يكون اقوى الحراره بيكون افضل. هاي الطبخه راح اعملها بتقنيه الاستيو او الطبخ البطيء، يعني راح تكون في عندي خطوتين. الخطوه الاولى اضيف كل المقادير بعد ما اشمع اللحمه واعمل لها سيلينج، بعدين اضيف عليها المطيبات، نضيف عليها الاخر شيء السائل، ومن ثم نضعها بالفرن لمده تقريبا من ساعه ونص الى ساعتين حسب نوع اللحم اللي عندكم، اذا كان من الفخذ ولا كان من الظهر او من الرقبه او من الايد. طبعا في كل شيء له اعتبارات. طيب هون الرز عم بتحرك عندي، نقلبه مباشره. راح اضيف اوراق الروزماري، والاطيب منه هذا الروزماري على فكره، وللمعلومه بيصنعوا اكثر من 600 نوع عطور في العالم من زيت الروزماري او حصل بعد. يا سلام. نعم يا سلام. اوكي طبعا هون. بس نحن هلا بشم ولا تذوق، نحن ممنوع الواحد بس نشم الريحه، ممنوع الواحد يذوق ولا اي شيء. الله يعطيك العافيه شيف. اوكي هون طبعا انا الاباكيو عاده ما بنضيف له بهارات شرقيه، بنضيف له بس ملح وفلفل. بس انا هون طبعا عملت اضافه، حطينا شويه من القرفه، شويه هيل، شويه بهار حلو. اوكي يعني هيك مطيبات من عندنا. طبعا راح نضيف عليه كمان العصفر حتى نعطيه لون حلو، وكمان راح نضيف له رب البندوره ملعقتين تقريبا، وراح نضيف له اخر شيء اللي هو الماء اللي هو عنصر اللي بده يعطيني صوص. هاي كلياتها راح اضعها في صينيه معدل الشواء، الفرن على حراره بين 160 170، طبخ بطيء وساعة ونص إلى ساعتين حسب أنا شو عندي قطعة اللحم. فهي أنا عندي هون أوريدي صينية جاهزة، رح أجيب لكم إياها من الفرن، وهي طبعا من الأطباق الطيبة جدا جدا. الرز هون شو وضعه؟ هيو عم نقلبه، ممتاز. خروه على الفرن وأجيب صينية الأباكيو. تمام، خليني انا استغل الوقت ايضا احكي كمان عن احد داعمينا الرئيسيين ايضا، وهو ورق قصدير ارزي، وهو منتج صناعه اردنيه وحيد حاصل على شهاده الايزو تاكيدا على جودته العاليه، وكما يتميز المنتج بسماكته ومتانته، وقد تم مؤخرا اعاده تصميم الغلاف. طبعا عم نحكي عن الارزي، وهو في ايضا رول تغليف، وهو منتج رئيسي، واهم خاصيه لهذا المنتج هي المتانه وتوفره باحجام مختلفه. وايضا هناك ورق الزبده، وهو ايضا احد منتجات شركه ارزي بالتاكيد.
يتميز هذا المنتج بالسماكة العالية وبقدرته على تحمل درجات حرارة عالية ويمنع التصاق المواد ويسهل تنظيفه دائما ويستعمل لصنع الحلويات بمختلف أشكالها. شكرا أوكي. دائما يعني دائما بنحكي شكرا لكل الداعمين اللي بيكونوا معنا في البرنامج. اوكي هيثم حبيبنا، اذا الرز صار جاهز لاستقبال السائل اللي هو الماء او مرق اللحم او مرق الدجاج. راح نضيف الرز، شوف كيف على طول راح يصير في عندي موضوع الغليان. يا سلام مباشره، وطلعنا طبعا صينيه لباكيو من الفرن رايحين نشوفها مع بعض. بس تغلي عندي شوي راح اضيف عليها الخضار. هسه ممكن انا اضيف الخضار من اول الرز ما في مشكله، ولكن بدي اخلي لون البازيلا خضره شويه مع الجزر تعطي اجمل، فراح اضيفها بس مش الان، بعد شوي نغطي على الطنجره ونشوف صينيه الاباكيو اللي عملناها وطلعت من الفرن. تعشم هيثم شوف ده، بدك تدمرني شف. ليش تعب؟ ليه بتعمل فيه هيك؟ يا سلام شام الريحه. هاي ريحه الاباكيو بس بطريقه شوي مختلفه عن طريقه الاباكيو التقليديه. حلو ريحه الروزمر والبهارات مختلطه شوي، يعني ما بتقدر تميز شو البهار اللي عم بتشمه. الروزماري هو الاساس، ولا انا خاشش في الحيط؟ الله يعين الله يعيننا. طيب الرز على النار، رز تايجر، 3 أكواب من رز تايجر واربع اكواب ونص من الماء، شويه ملح، حطينا الزيت وحمصنا الرز، ومن ثم اضفنا شويه ملح، واخر شيء اضفنا المي. راح نضيف مجموعه من الخضار اللي هي البازيلا والجزر، لكن فيما بعد. الاباكيو بدينا في عمليه سيرينج للحمه، هي لحمه الخروف، ومن ثم اضفنا البصل، اضفنا الثوم، اضفنا الاعشاب. شوفوا الروزماري لما استوى راح طبعا نخليه برضه منظره حلو. هاي اللحمه انطبخت، طبعا هاي من الاطباق اللي ممكن احنا مع الرز ناكلها او ناكلها حتى اغماس نغمسها. حلو كثير والاروع منها. هاي اللحمه شيء روعه روعه. هاي طبخه اللي هي الطبخ البطيء بالفرن، اللي عنده فخاره كمان هيك بالبيت يا سلام روعه. يعني هاي طبعا هذا الطبق مش توفيري، هذا شوي مكلف، لكن احنا طبعا بدنا نرضي كل الاذواق. طبعا يعني هذا طبق شو اسمه دلع، مكلف شوي دلع. لانه لحم الخروف حلو. احنا طبعا كنا نحكي عن موضوع اطرى قطعه لحمه بالعجل او بالخروف هو اللحم المحمول. يعني اي شيء بالرقبه او بالظهر هو الاطرى دائما. تمام. ودائما طبعا فخذه الخروف او العجل بتكون الاقصى، بالتالي بيستعملوها للمفارين لحمه المفرومه، ولكن اللحمه الطريه دائما بتكون اللحم المحمول وليس اللحم الحامل. اوكي افتح الرز، شوف شوف ساعه الرز يا حبيبي. انت حصير مساعد شيف. يلا اساعدك. اي الرز بلش عندنا. اوكي انا كيف بدي اعرف المستوى شيف؟ لسه بس الشيف ميته. سأغطيها. اذا هاي طبقنا صار جاهز. الان بدنا ننظف الصحن منشان ايش كمان احنا نزين. اهم شيء الصحن يطلع نظيف دائما باستمرار، نحاول ننظف صحننا 100%. هون عندي شويه يعني محضر شويه انا هيك قارنش ديكورات خفيفه هيك من شايف يعني فكره حلوه هيك مثلا من الروزماري. هاي كمان هون. وطبعا اطباق الساخنه لا تزين، لكن احنا بنحاول دائما نجمل سفره رمضان، فتحملونا